السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي. من ضمن هذه التشكيلة غادي نديرو اليوم كوكيز بريستيج هادي، وغادي نديرو هاد العقدة ديال اللي فيها روح البيستاش. تفضلوا معايا المقادير وطريقة التحضير. هادي غريبة أخرى من تشكيلة اللوز، كتحسب هادي من لي غاتو بريستيج. كنحتاج لها 360 غرام ديال اللوز مطحون بالقشرة ديالو، 110 غرام ديال الشوكولا غيش اللي غادي نذوبو، 200 غرام ديال السنيدة، معلقه كبيره من الحصى ديال الكاكاو، ومعلقه ونص صغيره ديال نسكافي تنغرب لها في الصفايه او تنسحقها بواحد المعلقه باش كتولي غبره. جوج بيضات ما كنحتاجهمش كاملين، وعندي نص خماره وواحد الشويه. غندوز دابا ندوب الشوكولا غيش مع نسكافي وغنطلقاو. هاني ذوبت الشكلاط، غادي نخلط الكاكاو مع اللوز. اللوز واخا طحنوه غربلوه لان كيبقاو فيه ديك الحبيبات، ما خاصهمش يكونوا. مهم غنخلط سنيدة مع البيض، قلنا ما نقدر ما نديرش جوج بيضات، غادي نقص شويه ونخلي عيني ميزاني. غادي نوقفها باش ما ديركمش الصداع. نتوما ماشي تخدموها بزاف، غير تخلط. ها تخلط شويه صافي. غادي نزيد عليها هذا الشوكولا مع دايب مع نسكافي. نخلطو وغادي نكبو على خليط اللوز. صافي، هادو هما المراحل اللي كاينين في هاد الغريبه، وصدقوني تتجي معلكه، تتجي غزاله رائعه. دابا غنزيد خليط الشوكولاط مع البيض، غنزيد على اللوز. وغادي نخلط اخر المطاف. غادي ندير معلقه صغيره ديال الخميره، معلقه ونص. هي الاخرى، وغنخلط مزيان حتى تندمج كاع المقادير. غنخليها الثلاجة واحد الساعة ولا ساعتين، إذا تيوا في الليل كاع تقدر تبات. هانتوما شوفو هاكا، هي بدات تتعلك، تجي معلكة هاد الحلوة. صافي، انا نخدمها شويه وغنطلقها. هيا بعد ما خدمتها انا غنديرها في هذا
هانتوما شتو، هيا ضيا كديطاشا. ملاحظه صغيره، الا كان انا عندي البيض من الحجم الكبير، الا كان البيض كبير غديروا بيضه تقريبا ونص، والا كان الحجم صغير غديروا جوج بيضات. انا عندي الحجم كبير عليها درت قبيله ما كملتش البيضه، نتوما الا كان الحجم صغير ديروا جوج بيضات كاملين. دابا غادي نغطيها بشي مع المعطر ونخشيها في الثلاجه ترتاح على الاقل واحد ساعتين، وعاد غادي نطيبها نطلقها. غادي ناخذ العقده نعبروها على 12 غرام لان فيها الخميره تتكبر. انا غادي نستمر هكا عاد غنكورهم كاملين وغنطلقاو. هادي بعد ما كورتها غادي نفندها في اللوز. على فكره هادي ما كتحتاجش نغطسوها في ابيض البيض، ولكن اللي ما شدات ما شدلوش اللوز يدير لها ابيض البيض ما عنده ما يضرها. انا غنكورها باش نثبت عليها اللوز. هانتوما تتشوفوا، لكن هانتوما 12 غرام، من بعد راه تشوفوها قداش غتولي. هاني ساليت الحلوه، دابا شعلت الفران وغادي نخشي اللاطا وغادي نقص من العافيه. 10 ديال الدقائق 15 دقيقه ما غتفوتوهاش في الطياب. ممكن المهم العافيه مهيله، لان كل وحده كتعرف الفران ديالها شنو كي اون برينسيپ. الحلوه كلها كطيب على عافيه مهيله. الا فتيوها بلوس كو 15 مينوت غادي تقصح لكم، ما غتبقى لا معلكه لا حتى حاجه. الوغ نزلوها من ابري 15 مينوت 10 مينوت 15 مينوت، واخا تبان لكم باقا خضره باقا رطبه راه كل ديك الصهد كله غيرجع عليها وغادي تبقى معلكه. نديروها طيب ونطلقاو. ها هي بعد ما طابت غريبه كنجمعها في علبه وتنبيتها في الثلاجه، مع ديك البروده ديال الثلاجه كتزيد مازال تعلك. دابا غنغطس لا مواتي ديالها في الشكلاط وغنخليها نحطها تنشف. صدقوني هاد الغريبة تجي روعة. بعدو بيناتهم وحاولوا ما امكن ملي تهزو غريبه نفضوها، باش الا كان شي لوز باقي لاصق فيها بلا ما ينزل لكم في الشوكولاط. انا غنصطبن على هكا وغادي نطلقها المرحله النهائيه. ها الغريبه بعد ما غطسها في الشوكولاط، ها نتوما تتشوفوا الشكل ديالها كتجي رائعه في المنظر. كنتمنى تروقكم وندوز دابا لمرحلة التقديم. وهذا شكل اخر حتى هو درت له طريف ديال الزبده او نقولوا معلقه صغيره ديال الزبده، شويه ديال المسكه الحره وشويه ديال الزهر. قبل الزهر استسمح غادي ندير شويه ديال بات ديال بيستاش. هذا عندي به الغرض يكون خضر البيستاش او روح البيستاش. روح البيستاش هاني جربت واحد جربت طريف باللون باش بغيت هاد لا كولور هادي. ما غادي نخدمها وغنزيد معها عقده اخرى باش تكمل لي العبار اللي بغيت. ديرو في الاول غير شويه ديال اللون باش تقدروا تحكموا فيه. ما الا كبيتو شي معلقه هكاك راه غادي يجيكم خضر بزاف وغادي يجي ما يجي لونو فاقع بزاف. ها هو هذا اللون، هذا زوين. غادي نزيد معاه واحد
250 غرام العقدة، حتى هي غندير لها شويه ديال روح البيستاش، واحد شويه باش يجيني لون موحد. غادي نجربو مع هاد اللون، مازال خاصني واحد شويه. غير واحد شويه، هانتوما كتشوفوا غير شويه. درت 18 غرام في كل وحده. يلا عطاتني ديك القياس، القياس اللي بغيت. صافي انا قربت نسالي، وانطلقوا كنشدوا الكويره تنفندوها في سنيده مزيان، وغادي نحطها في اللاطه، وغادي نرشمها بهذا المريشم ديال النحاس. هانتوما اما حيدوها هكذا، ولا انا من الاحسن ها هي تتنزل، ها هي كتجي على هذا الشكل. هاني بعد ما ساليت غادي نجيب هاد السباتولا، غادي نوسع هاد لو طرو ديال هاد الحليوه، لان هنا بغيت ندير شويه ديال العقيق باش يجي باين. هي ما كتبغيش الطياب بزاف، خاصنا نضربوا الحساب بان سنيده ما مع العافيه ماشي غادي الى فوتنا فيها طياب غادي تجيك غتكحل. غير واحد الربع ساعه غير باش تنشف تشد راسها وصافي غنحيدوها. ودابا غندوز للفينيسيون ديال هاد العقده اللي درناها بروح البيستاش. غادي نشد سورانك، لقيتها عمليه احسن من المعلقه. غادي ديروا معلقه كبيره ديال الناباج ومعلقه كبيره ديال الجليكوز، غذوبوهم في العافيه وغادي تعمروا بهم، تعمروهم في ان سورانك هكذا، تعمروهاش بزاف حتى الفوق لان هنا غندير شويه ديال العقيق. قد كل وحده وثبتوا، والانسان كل واحد شنو عنده متواجد، تقدروا ديروا الكونفيتور بهذا تخلطوه مع الجليكوز حتى هو. كل واحد باش يعمر. هي لا سورانك دغيا تتسربي. ها هي بعد ما ساليتها هانتوما تشوفوا كي تجي، كتجي حلوه. عطيها حتى داك العقيق تيعطيها جماليه في لارجونتي. ندوزو لطبق التقديم نتلاقاو. وها الكوكيز بريستيج اللي قلنا، هذه تتجي من اروع الحلويات ديال اللوز، تجي فيها واحد التعليكه خطيره، واحد المذاق اللي فيه بالشوكولا غيش. هذه على ضمانتي الا درتوها جربتوها، انا بعداها تتحمقني، تناكل منها جوج وثلاثه واربعه وما تنشبعش منها. كنتمنى هذه بجد كنتمنى تجربوها، ولو ديروا غير 150 غرام او 160 غرام ديال اللوز وتجربوها، هذه خطيره في المذاق، كنصحكم ديروها. وهذه اللي درت فيها روح البيستاش، هانتوما تجي راقيه في الشكل وحلوه، حتى هي في المذاق ديالها كتجي معلكه، حتى هي كنصحكم ديروها. ونتمنى تعجبكم وتروقكم،
وتنقول لكم هو الى فضلا وليس امرا، ديروا لايك، ديروا ابوني، وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. والى اللقاء في وصفة قادمة اخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.